السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور وهذا برنامج كويارك. أتكلم سعطان أنت في حرمتي في لندن قميصة يو سنين تاي سلاسة دا. برنامج كان على أبو حان كسوة قادنا قضب أعداد وحبي سنة سان كوا أسلان نهاي وحبي أتكفى هذه سنة كريسان هل كان وحن صوف دي سنة تتكل الدوان أقوي هنا كل الدوان أنت لان نهاي وحي أفع دي كران ومد الصوماليات ويارك وبرنامج كين وين هدي أدوني سان مرك ويارك إنك تقيم قادتان إيميل كسيدة أوريغاني وسوغ at sntv.gov.so أياد صدري كارتان هدي كلا تليفون وصدري هداد ميلاحك الدوديهين يوكي هذا النوت ما دان اللي قصر الكبر في عمبا وفائدي ومدينا ووقتي أين سوف أيدي سلهين أين وحوض قبصل لهين أين هل كان أمد يعني كوعي قل لهين أو حيال بدنا أكبر لهين برامج كوير روح مرت نوقا ما أنت يعني أقويهن ديدي إنه ش ديدي إنه ش قدر جوين كيسة ويرمج عي قال إيجوا ساس أنجع له أنا يفدي ساس أنجع له قف كان مجلس هو أنجع له هسي شيء لكن وحال إيرا سبري معلن موسى وحان ربا داود ياشينا وشيغ سبري معلن موسى وحاو نغيمت دالكا مريكن كو نغيمت قبلكا منصودا أيو نغيمت منصودا بس دلو يقان USA مغالبا دحضا منيابلسوما ساسو نغيمت ونغو صبوغدي برامج ويارك برامج دا سنتيكي أيو هداي إغشي كين يوحو إرعاد باللوغ داودا أمريكا USA garahan wuxuu yiri marka boqosiyaha ayaa loo marka ugu horeeyay SNTV ku ku jiro marka labaad waxa soo baxay oo ku leeyahay Hebel barnaamijka dadweynaha noocaas oo kala waa tahay caawo marka waxaan idinku qaynaa waxyaabo aad u xibsan doontaan yaani mowduuca aad u xisaan doontaan ayu halkaan aqoonyahan sabriye macalin muuse oo inagu soo jeedin doona ugu horeyntii horta inta aanu kulan barnaamijyada waxaan jeclaan lahayn inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka waa SNTV London waa kana waa fadhiisa macalin muuse ku soo dhaweeyo sabriye ma sha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مركو هري وما سنتا بروفيسور واسوغي هذه هذا وما سنتا سيد رنيدو يوسف دويسي سيدوك على يوسف قربي سو سارها برنامج كهذه هذا وما سنتين وسلام يا جود هان ومد الصوماليات ملك استيجوك تبع هذه هذا وفر حسن هيمان تينا هل كان إذنكم صوب بعض مركي يجو رئيسي من الصوت عن كإيميل تي في كان سيدا شكتبه نمبر زيرو كجرا ريموت كمرك على الدارب اسم تي في سو قاله يونيفرسال يسومالي شانال يسيدا سو هيستا بوكسية بدن الله هيستا عد والبوا دعوة مرك هذه هذا نقول فرح سنة إنما أنت إذا كلا سو قيف قال برنامج وتهي سبرية معلن موسى وقت جاي سنة سنة إنه نوي مد مال فوك بوك هي مد يعني عاد بين أمريكا ده كده جوجنا نوي مال أساس وكان هكذا قصة نوي إن عدي إسلام وحبات سوق كل كذا وحصو برتاي رنتي بيرها عراق أي قصو برتاي بي إس سي بو هستا لكن بيرها كم وصلنا كان سودان بو تجاه دنا إم إس سي بو قاطي أو يعني علم جبيرها أي قصو برتاي أو يعني قصو تقصصي هسي يا شيخ بل وح عرفنا ما أنت أنت أينو يعني قالين لبابوك ودوني هل كان إنه كسو بندقو وهرق وقري أول كلي راهدو راح هذا جورك يو بربارين تأوبتك أنت أينو قالين كوه لباس بوك ديار أصي نقطة أنت أينو مركب فلانغين تبوك تاسي هذا الكاسي يو قراغة هير كاسي يو أقويان كم هير كاس كاسي كوه روح جنان الله هاي بهرت إنه way arag weeye barnaamijkan way arag aliyir waxa halban buu iga shakiye haday aad aan jeclaaday bal inooga waran yani inteeba secondary gaadi xogaa sidoo kale ku soo gaartay heerkan marka secondary ka baxday dalka waagii kaanka ma shaqeysay wixii burburkii markuu dhacay halkeebaad yani tagtay inta in labada buu ka hor engal waxaan jeclaan lahayn xogaa inaad isbarta daawadayaasha sharafta leh ku soo dhawow waa maasan tahay boqolkiiba boqol horta aniga dugsigii hoose dhexe waxaan uga baxay maxamuud warsamasiyo oo uruwa ku yaala dufcadeeda waxaan ahaa ardaygi koowaad waxaan nasiib u helay inaan galo dugsigii sare sakhawdiin qaybka carabiga asagana waa ka baxay ardaydii ugu sareysaan ka mid ahaa waxaan intii aan iskuulka dhiganayay mowduucyada buwaagtaan soo bilowdeen dugsigii sare afka carabiga waxaan nasiib u helay deeq waxbarasho inaan u aado 89kii dalka Ciiraaq dawladdu jirta waddanku nabad yahay tuuga wax dhaca uu tooray isticmaalo
عد حبض هاي ستة عد قري هاي ستة حالنا عن قلة ستة حبضات ورصاصة هنريدي مركي دبريت كي مركا نك أنت سمي أبو حوين هابا واجه آه مركا سياسة سومالي وقبل حي أنتي قرمت كي يو أنت أنا كبهن تقول حي سمح المعلم كان نقد سكول وصدها في عربي ها وبروفيسور أحمد حجي أحمد محمد وهلية بروفيسور حجي وما ملكها وكل اللي مال هاتلفون كسر هرجي ده وسكول وينه دولت أقصنت دكسي وصلح عربي واجا سيب اللودين ومعلك النقطة وهذا عمر كي دكسي هذا عرض وكبح وزارة وامتحان كقاضي سؤال كاسان معلن كأها مركا هل كاسان وقت في سومالي وقت كاسان يودم بس يدب دمنا وقوم الله سيدتين سجالك سيدتين سجالك ها وقتها ترى البلد بعد سومرت دائما لا تيجي كيني سيد كور بركتك تعرف كيف بدك وإلى يو ودن كان هذا لبي طبنكوا لبي طبن دل بعد سومرت مركا وحب بديه ودم هذا عربتا عالم كعربتا ما رب بدنا نكت جي waxa iigu badnaa intaan ku noolaa ee Iraq oo 4 sano bachelor-ti cilmiga beeraha aan ku qaatay iyo Suudaan oo 3 sano master-ka aan ku qaatay iyo Qatar oo 9 sano aan deganaa Saudi-gaan joogay Masar-aan joogay maxaa la yiraahdaa Bahrain iyo Imaaraadkii Qatar iyo wadamada Khaliijka Djibouti Ethiopia adigu haddan Mareykan aan ka imid halkaan Soomaaliyon marka dhul badan aan soo maray waye badan oo soo joogay dagaalkii khaliijka oo 1991 Iraq lagu qaaday waa joogay Suudaan waa joogay markii mujrimkii ninkii ugu weynaa adduunka ugu caansana Carlos uu qabanay markii la qabanay Suudaan waa joogay Carlos markii la qabanay waa joogay waa joogay 1994 oo shadii daawada oo lagu tuhmay ninka la raadsanay waagaas inuu gacan ku leeyahay la garaacay waxa soo dhan waa joogay markaa meelo badan soo joogay kulinta beeraha Iraq markaa dhiganaysay Morsal maxay baad bacdi Morsal maxay Morsal ha waxa diga shakeysa kulinta inaad ku cid looto kaliga ku hartay dadka laga wada cararay dagaaladii markii dhacayeen oo 15 kii January loo qabtay waxa la yiraahdaa wadaaladii wada hadaladii James Baker iyo Tariq Aziz waxa laha waxay ahayd bilowgii dhamaashaha waxa la isku afgaran waayay waxa la yiraahdaa 15 kii January wixii ka dambeeyay u digaar garooba in la idin garaaco markaa ardaydu waa la fasaxay aniga kaliyay kulliyadii aan ku laabtay kaliyay iyo nin wardiyaha ku noolaa muddo dhowr bilood intii dagaaladii ka dhamaanayeen oo ardayda dib ugu soo laabanaysay marka xitaa hadalkiyan xitaa aan dhowr maalmood hadaan hadlin ama dhowr usbuuc mar mar intaan banaanka u soo baxaan hadli jiray si aan codkay horta inaan wali hadli karo taas waxa ugu dhow inna lillahi marka aad ayaan maartay waagaas waxaan dhigay jiray idaacada Carabiga aan dhigay jiray iyo raadiyo yar aan haystay bateriyal maalin waxaan suustaa anoo iska warwareejinaa maba islaayn xitaa BBC ay soo gashay magaalo heesays af Soomaali BBC waa iska ooy kaliya iska ooy Allahu Akbar 1991 dagaalkii January 18 soo galeysa lagu bilaabay garaacis marka January February March April laas ardaydu soo laabtay oo shabti dagtay oo wax walba kala dhamaadeen markaas halkii la ugu yimid adoo ma kala ma jiray jooga maxaad cunay jirto ka warqooda wallahi nolosha ardayda boodina ahayd ardayda waa raashin badan ay haysteen qaar badan markay iga tagaan xitaa furayaal iyo wax isiyo yirinayo waa ardayda Iraq gobolada dhan ka yimaada marka guriga way iska buuxeen ma ku dhibtoon alxamdulillah ma ku dhibtoon waa taa Suudaan baad ugu dubtay waxaad sameysay MS baas Master of Science ee samaysay ka hor Suudaan markaa Suudaan waa muddo 3 sano aan joogay arday fara badan oo hadda Soomaaliya wax xilal kala duwan ka soo qabtaan saaxiibo ahayn oo meesha joogtay nolosha Suudaan waa iska adag tahay waa dad wax barasho waa dad kulaylkii iyo boorkii iyo malaariyadii iyo korontadii gogoysa u sabar waa dad sabar badan reer Suudaan aad iyo aad u sabar badan oo wadani ah oo waxaad arkaysaa nin PhD diyaarinaayo malaariya hayso oo mataga sariirtiisa hoostiisa arday dad aad u sabar badan waay dad aad u sabar badan waay marka waa waxaan joogay bilowgii 1994 ilaa dhamaadkii 1996 Suudaan joogay ah 1994 oo dhan 1995 oo dhan 1996 intaasan joogay Suudaan marka masteraydan ka soo qaatay cilmiga beeraha gaar ahaan plant breeding oo ah tarbiyeynta iyo barbaarinta dhirta ayaan ku soo qaatay marka waxaad ku noqotay carabtaad ku noqotay marka arabtan ku noqday fursado waxaan raadinayaa waddanka Soomaaliya waa burburay fursado waxaan raadinayaa shaqo Saudiiga muddan joogay meelahaas Imaaraadka iyo Bahrain iyo wixii waa isku transit aan ku soo noqday waa soo war indhindhay qadaraan markii dambe
aan si rigli ah u degay oo intaan halkaan imaan muddo 8 ilaa 9 sano ku dhawaadaan deganaa inkastoo takhasuskayga aanu ku shaqeyn marka halkaan imaan waxa ka wada Mareykan markaan tagay wali Mareykan aan joogo aan soo haysta marka ka baad ila Mareykan aan soo guuray Mareykan aan soo degay oo ilaa hadda aan deganaa Minnesota waa tahay hor inta yaro iskuulaynta u baxshay hor dhaca waa loo baahan yahay runtii shaqsiga halka soo fadhiisanaya xogaa inaynu ogaano maartay gadaal background kiisa dambe iyo halkii uu soo maray oo ernimadiisa waa tahay waxaad qortay laba buug baad qortay aad baan u xiiseynayaa waxaan aad u jeclaaday buugga gaar ahaan raaxada guurkana waa jeclaaday wax baan ka akhriyay barbaarinta ubadkan isna waa jeclaaday aad baan u jeclaaday qudhayda ubadka wax baan ka barbaarshaa qurba joogta xagga luqadda iyo afka iyo sheekooyinkaba ka war marka raaxada guurka raaxada guurka waxaad qortay 2002 qadar baad joogtay laakiin marad ii sheekeynaysay waxaad tiri wuxuu ka soo jeedaa waagii aad Sekandariga dhigan jirtay buug waxaad akhrisan jirtay kulli waa tagta weeyaan buug waxaad akhrisan jirtay la oran jiray ama la dhihi jiray alxub walzawaaj alxub walzawaaj ka waran arrintaas wiil saaxiibka oo maxamuud macalla cabdi faarax ladana la hijraa wuxuu siiyey buuggaas carabi ku qornaa annaga ardadeena afka carabi wax ku barata waxaan tuhunsanayn inaan xoogaa ardaday hadda waqtigii af soomaali wax lagu baran jiraan joognay ardada dugsiga dhexe kaalmaha fiican ka gashaa geli jiray iskuulada sida xisaabaadka badda iskuulada carabta geli jireen marka waxaan islahayn xoogaa thaqaafada dheer tihiin ardada af soomaali wax ku barata oo dhaqan kale iyo buugaa kutubo ku qoran maxaa la yiraahdaa afaf kale aan akhrisanay buugaas alxub waalzawaaj waa jacaylka iyo guurka uun akhriyay doctor amiin ruwayxa nin la yiraahdaa qora lubnaaniya aad uu ii soo jiitay dhaqanka carabta iyo soomaalida soomaaliduna basical waa waddan islaama wax badanaan carabta wadaagnaa dhaqan ahaan haddii la yiraahdo waxa saddex waxaan ku kala duwanaa anaga carabtu waa midabka iyo luqada iyo meesha aan ku naalo maahane dhaqanka kale oo dhan isaga mid aan nahay soomaalidu geela iyo islaweynida iyo qabka iyo gabayga iyo xataa dadka sida segregationka dhinaca xun markaan fiirino kala sooca iyo xoogaa carabtaas aan la wadaagna afrikada kale nala ma wadaagto waa carabtaan la wadaagna marka waxaan isiri buuggan macluumaadka ku jira soomaalidu waa u baahan yihiin waagaasay fikradda ugu dhalatay waan haystay carabta markaan tegayna haddana maktabad kasta oon tago waa soo iibsan jiray buwaagta asagoo kale ah waa haysan jiray guur wixii lu kula hooo carabi ku qoran waa aruurin jiray ilaa waagii dambe fursad aan u helay bal wixii inaan uruuriyo oon turxaan bixiyo oon qaab buug ah ka dhigo oon isu geeyo soomaalida lafteeda waxyaabo badan oo ku saabsan qoraalla soomaaliya ayaan ku dardaray iyo dhaqan soomaaliyeed iyo si wixii ay moor soomaali wax cunnimi kara soomaalida inay u noqdaan dhaqankii soomaalida la waafajin kara de ha la waafajin kara iska qormahan moogta marka waxa kugu dhaliyay buuggaas inaad qorto waagaas ay taad buuggaas ugu horeeyay aan akhri buuggaas waxaad ugu magac dartay raaxada guurka maxaad iska horimaad guurka maxaad ugu magac daray weydi maxaad ku tiraa waa jeclahay title kaad baa jeclahay ciwaanka raaxada guurka waa arki doonaa laakiin ka waran xoogaa yar hordhac ka bixi raaxada guurka waa maxay ma waxaan rabnaa natiijo fiican in guurku bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa aad ku dhamaysaa adiga reerka in si wanaagsan loo raro oo meel fiican la dejiyo guurka sidiisaba waxaan ognahay horta laba qof ayaa isguursanaysa labada qof waa inay isdoortaan qof walba waa in sifooyin lagu dooran karo uu jiro waxa fure u ah marka diinta islaamku qaabkay u sifaysay waxa lagu doorto wax walba yuhuud waxay dhihi jireen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xitaa wuxuu idin baray musqusha saa ku geli lahaydeen muslimiinta marka in laga amba qaado qayb nidaamka islaamka marka raaxada guurka waxa uu ahaa nidaamkaas loo dejiyo islaamka u dejiyey iyo dhaqanka fiican marka la isku daro guurkii guur raaxo noqonaya oo loo aayo marka sidii lagu gaari lahaa ayaa ka maqan qaybta hore raaxada guurka markaan leeyahay sidii lagu gaari lahaa guur loo aayo ama lagu raaxaysto waa la soo koobay marka magacii marka wuxuu ku saabsan yahay guur wanaag ku socda ku bilowdo kuna socda marka uma adeegin marka reer baadiye magaalo iyo guur magaalo iyo guur baled iyo guur waqti xilli uma aglaani wuxuu ku salaysan yahay diintii oo aasaaska yani saldhig u ah yani guur wanaagsan ee wada noolaashaha naam
هرتا أفر وحيابوضة قبلها مركا دينعوضة أن يرى لغو قرصدا وحيابوك كلا دودوينهن بددك إباديها وكلا دودوينهن قبلنا باديها مركا وكوهر رينو هرتا وحالا فيريا ننكر دالا إي قويس كي كدالات قويس وناكسن وشرف لي وكرام لي ومقع لي وتلماما وماموس لي مركا لباد وحالا فيريا قبلنا قروح ديه دي. قروح ديه مركا لفيريو وإني قبر قرحمتا هاي وإني مارتي وحال فيريا محل يرا هذا حولها دي لها دادا كرعا حوله وطن أفراد وقمهم سنو أهدين تيدا إن لغو قرسدو باديها لنع الدين تساس اللهم دادكو عدد شقو وعدد عن دين تأد وما انتي واقي هرون وقاء هدو على برتي دين تي وحبادنا على قبرت دين تانا سلقو أح سوطا قروح دي وبابا إيسا قويس حنا لغي يابا قف يعانو نكردشو قويس في عانا لغي يابا قف عانو نكردشو een xoolo muhiim ah waa yimaadaan waana tagaan qofka diinta la marka waa qof yaqaan siduu ilaahay uga baqilaa horta markuu ku dhaqayo ama nin aan noqdo ama naag aan noqdo maana wiil ama gabar ku doono waa een baqista ilaahay mid kale adigana waa ku kaalmeynaysa arurtaadana diinta ay baraysa waxa muhiim ah Soomaalida in dad islaam yihiin wiilka dhinaciisa markaan fiirinnana laba waxba loo goydiinta u goysa oo akhlaaqdiisa iyo diintiisa أخلاق دوا وحتى وكم مهم سنتها سنتها مس دينها ونكوا إنه رقم في عن أخلاق في عن أوليها هدي جوردها إنه يكون حماتها حتى سوى ناكسن وفريا هدو فريا حتى هدو وح وحيابا قار يكون حماتنا قار يكون ناكسن توفيرنا يا بس الدين تبقى يفرتي سيا دوك هاي سنة يا مرك راح هذا المادة ذاك والراح راح هذا سد أفسرته بوجان مرئي راح يعني ترجمة داسي سوى معه راح هذا والراح هذا قلبك يلعبته ما راحة حاله إيو راحة مادية إيو ما وقفكو إنه كلسوني بوحد قفك عن كلكو قبو إن ومعركتي نفسي قفوا حجر العك فر بدن له حدنا عن رياب لغن كرين قفوا حجر قروح فر بدن له حدنا وضد كوسي ديسن أو قفوا حجر مركا راحدو كلمة دو محقوة ذا واسدي مركب أو ده الحيس بلوجيس إلى دمات كيس متكاملة سكو هذا حرم. هاي. مركا شروطه يردن مركا الله له وقيس كيدقو ونفسه دي أدقته وقبوذه ووحل سكو دور الله لسكو دورته وسدي ماركتي لغة لغو رقم قلة وقول الله فر الله وحي يردن مركا يسوي ماذا؟ راحة الراحة وحيمانة يس لابته أه قلبه أه نفسيا أه وقول كاس وكون جهاده ودقنان يطمئنان ينسينه. كالسون كوذا ما هني ما راحه او دقاله ايو دقاله اما سو راحه لو يقان وسو راحيستي كله فلكي ام بعد اهل وكل ما انت وسو راحيسن تاس وامد وقت كفلن وا وقتي اه لكن ومد ها مادنا اه لكن تاني وا مد سونهس مالنكيبا ليسكورسدي الى مالنك لكلا دنتو سونهس نولشاس مركا سداس اسوتو سدي وناغسنيد اسوتا تاسا أولو جيدا راح هذا وقادة مركا وحاوي هل ودو كسعدا راح هذا أسوء ساهد القيح ذا يعني دقنانشها يوضا إسفهمك إيسال إسرابيدا إسحق دورك إسحق دورك إيو إنتاس راح هذا مركا إنتاس إلا متاه مركا راح هذا شقيق ومالي هدى ديق عبير إيسو لعق بذنة لهاتو اللهم مسكين واسقبت حتى وقورك وقورك راح لها مركا قار واحد أعظم مساكين توبا مساكين تبوا حد هذا مرة كقار إني نفسيا كره حب ذي هندت كالعك تلي. وات. رام قشاء وملاينا قصة دي نين مسكين وهو يناكتي سو هذا سجع له دق الشير كجرا ينن دار دار سارنا معلوم البأسي يناكتي سو كده جيين. هاي. معلم تدمع حق تروني كا مسكين كا يناكتي سو أسجع لي هنا محقنا نقول دع. وات. وحير دور معلومات يسوع مرك أنا كنت صايع وأسمع. نكيو يير العك فر بدن وسيني هو حير أنت عن مال قشو. نكيو حكومة مشغولة مرك. عليه. تي على سوق قبصدة ماشي كوي ما أنت دبوا حيري فيه أيوة قايلنا هو رفاد بلاي كتاعك أنت وناكتي حكويري فيه اللي بدي عاد لهيت شالي راح مركب حلقة يا با حلو بقى نعمة ماشي كنا نقول هاي نقمة النقطان ودي بعت يكون نقطان هيرك وأيق لفت وذيب كينا راح هذا اللي قال له مادة كلية معها مادة قايبة كتاعي واسفهم يوضع نولاجو يرقن يسحق دور أنت صدي له هلو وذا بدو أقانت إيو إدوكيشن مارتي ولو بهاي أقانت مهم علمي يعني لو دقوا فوق إسقابة يعني علم أقان ليهين النسيهين
waxyaala badan bay marka ka baaran dagayaan Soomaa. Haa, aqoontaas oo dhinac walba ku saabsan. Waliba diinta dhinaceeda aad muhiim ugu ah inay yaqaanaan xuquuqda horta ninku haaskiisu ay ku leedahay waa inuu yaqaano. Absolutely. Maxay ku leedahay? Ayaduna sidoo kale xuquuqda uu ku leeyahay waa inay taqaano. Waa in ay jiraan wax isku xiraya qofka iyo alihiis. iyo qofka ay isqabaan saddexdooda connection ka dhaxay ama xiriir ka dhaxay inuu jiro waa marka wax walba wa hadaysan aqooni jirin wax waa qofku xayawaanka waxa lagu kala saaray ibnaadanka waa baan guurka waxa weeyaan waa contract contract waliba ma aha shirkad xoolo ku saabsan ma aha wax maal ku saabsan waa contract labada qof ku saabsan nafsadooda waa midka ugu adag marka xiriir la galayo labada qof noloshooda ku saabsan waa mid muqaddasa waa mid aad leedahay qofkan aad kula mubaacaxtoomoonayso inaad xaq dhowri doonto inaad maaragtay sidii ilaahay ugu talagalay sababtoo marka la ismeersanayo diina la isku meersadaa waxa muhiim ah marka labada qof nafsadoodu ku saabsan yahay wax kas contract kasta oo kale waa ka duwan yahay marka waxaa leedahay sariir qurxan iyo musqul qurxan iyo baabuur iyo waxa iyo raaxada dhinac waa qayb ka mid ah waa furuuc yaryar waa shuruuc yaryar ka mid ah oo marka la isu geeyo raaxadii kaamilka ay keenaysaa raaxada dadku sida hadda u haystaan baabuur moodelkii ugu dambeeyay wataa guri wuxuu u dhigay ma aqaan dahab wuxuu u gaday ma aqaan waxaas oo dhan aniga waxaan u soo joogay guurar ay ku baxeen dhowr boqol oo kun oo doolar oo lix bilood ka bacdi maxkamado iyo sheekadooda ay tagtay raaxadu marka dhinaca dadku ay ka raadinayaan maaha nafsiyan labada qof waa inay itmi'naan iyo tumaaniina iyo xasilnaan iyo kalsooni iyo isqiimeyn iyo isqadarin labada qof hadday dhex taallo raaxadu intaasaa ugu muhiimsan wax yaroo haystaana ku filan waa taa laakiin adiga markaad u bixisay raaxada guurka ma jiraa kitaab carabiya ku qoran oo yani arraaxatu lguur la yidhaahdo waxaa jira mutcatu lxayaati zawjiya referenceskeyga waa ka mid xitaa mutcatu lxayaati zawjiya waa raaxada nolosha guurka oo saas buu saxa marka adiga waxaad samaysay tarjuma samaysay waxaa tiri marka raaxada guurka sida ugu haboona ii qaban karto hadalkiina usoo gaabin karo sidaasay ila noqoto waa nolosha qoyska sida ugu fiican oo raaxada laga hadlaana oo ugu muhiimsan waa raaxatu lqalb raaxa nafsiya isxaq dhowra furo u ah iyo is ixtiraam iyo kala dambeyn intuu ku dhammaanaa buuggan marka buuggu wuxuu kasoo bilaabanaa doorashada labada qof wax sifooyinka isku dooranayaan oo hadda aan soo magacownay uu kasoo bilaabmaa doorashadii ka bacdi waalidku waa inay wiil dhowrsan oo akhlaaq leh oo diin leh markuu gabadhooda soo doonto waa inaysan u diidin xadiid waadaxaa jira haddii kale xumaan iyo fasahada adduunyada ka dhacay waalidka wiilka dhalin sidaas waxyaabahan kale oo soomaalidu ay fiiriyaan oo dhan waa wax ka jira malah markii waxaa ku xiga haddana aqalgalkii buuggu wuxuu sharxa qaabkii loo aqalgeli lahaa aqalgalka loo samayn lahaa habeenkii aqalgalka waxyaabihii looga baahnaayo dhan wuxuu sharxayaa markii la aqalgalo kadib nolosha siday ku socon lahayd xuquuqdii iyo waajibaadkii xiriirkii ha xuquuqdii labada qof ay isku lahaayeen xuquuqdoodii oo dhan ninka xuquuqdii lagu lahaa xuquuqdii gabadha lagu lahaa suu u socdo ilaa ay nafaqayntii qoyska iyo hadde diinta islaamka waxa waaye ninka isxaqdhowrkii iyo isnafaqayntii iyo qoyskan sidii maaragtay waa kaamil mutakaamil waa guurkaasraaxa ka dhalanay marka raaxo kaamil ergaas wuxuu dadaya mar raaxa waa tahay hadday wax ku harin bug labaadan noo dhiban oo barbaarinta ubadka isagana aad ugu magac dartay waxaan jeclaan lahaa in halkaaga haddii aad wax yaraan kusiina adaad faahfaahinayso isleedahay waxbaanu ka tagnay raaxada guurka waa mawduuc aad u ballaaran runtii raaxada guurka haddaynu yani waa kala qaadqaadayna maanta hadaynuraa birteen saan ufadhinayna habeendambe saanan u fadhinaynaa misleeda waxbaad ka tagtay buugga raaxada guurka buugga horta labadii kun iyo labadii aan daabacay qadaran ku daabacay waxaan isleeyahay horta qof kastoo wax qoraa wuxuu isleeyahay kan haddaad ka bedeli lahayd kan haddaad ku dari lahayd sidaasaa loo sameeyeyba daabacaddii labaad tii saddexaad tii afaraad waxbaa mar walba lagu kordhiya marka inshaa allahu mawduucyo muhiimaha jira oon isleeyahay ku dar daabacadda labaad ma aanan samayn weli laakiin bilowgii tijaabo wuxuu ahaa dad badan ay wax badan ka faa'iideen aniga nin waxaa qadar ku arkay nin culumo ah oo khiyaar aho wuxuu yidhi intaan guursaday
ayaan si qaab wax laga maro iyo si wax loo sameeyo iyo kul intaan garan waayeen waa iska furay gabadhi wat buugana helay waan akhristay si fiican aan u fahmay gabar kale aan guursaday kaale arag noloshayda sida ku socoto maasha Allah waa buug waa ku dhigay ha marka ha waa ba hagay buugana marka waxbu iftiimiyay absal waa erga raadiyo waxa iftiiminta ha waxbu iftiimiyay marka in lagu sii socdo oo la sii kordhiyo oo mowduucyada cusub gaar ahaan waqtigiisi waa jaa wax la dhaafay 12 sano wax badan adduunku waa sii socdaa alaag buugana fudiis wili waa nool yeed marka buugan waa ma qayrmo ma sax maxaa marka maxaa kugu dhaliyay qoritaanka buuga aakhirul su'aal yani buuga hadde waxaan isleeyahay macluumaad Soomaalidu u baahan tahay oo markaas aysan haysan bal gaarsi sidaan anigu faa'iideysto qeyrkeena inuu u faa'iideysto waa ka ya muhiimadda macluumaad Soomaalida aysan aqoon oo carabna ay ku akhrisin kareen inaad luqadoodii ugu gudbisaa waa adeer jazakallahu khayran qaybta labaad aynu galayna daawadayaal maanta barnaamijka waxa martiin ugu ah sabriye macallin muuse inuu uga yimid mareykanka mareykanka waa badan yahay USA Minnesota inuu uga yimid aad buu u mahadsan yahay maanta halkan maartay halkan uu yimid in ummada Soomaaliyeed wax u kordhiyo wuna u ifiyay hadda sida uu sheegay qaybta labaad ka waran barbaarinta ubadka. Barbaarinta ubadka yani waa mowduuc qudiis aad u weyn aan dad badan aad u xiiseynayaan. Aynu garanayno yani erayga barbaarinta anaga Soomaaliya halka uu naga joogay iyo ubadka saynu barbaarin jiray la kor asiga kusoo dhaweynaa xogaa yar hore dhacnaan siiyo ka waran buugga barbaarinta ubadka sida wax yar hore dhacnaaga siibar insha Allah. Waa mahadsantahay Professor Wasuwe. Buugga barbaarinta ubadka horta waa natiijo dabiici ah oo mar hadii la is guursaday caruur baa imaanaysa. Ulajeedooyinka guurka waxaa ugu muhiimsan in ubadku uu ku dhasho. Ubadkaas oo danta laga leeyahay ay tahay inuu hadduu kuu saqiirana aakhira kuu shafeeco, hadduu kaa haro uu kuu soo duceeyo oo sadaqo kuu bixiyo, intuu nool yahayna uu maaragtay garab kuu noqdo markaad gabowdo gaar ahaan. Marka ubadkii dhalanayay waa loo baahday marka in ayagana laga hadlo. Ubadka barbaarintiisu waxay ka bilaabataa hooyadiis marka loo xulaa iyo aabihiis. Hooyadiis iyo aabihiis marka loo xulaa ayay ka bilaabataa. Umar ibn Khattab wiilkii weydiiyo oo yiri wiilku aabihiis xuquuq ma ku leeyahay wuxuu ku yiri saddex waxyaabood uu xaq ugu leeyahay. Inuu hooyo fiican u xulo, inuu magac fiican u bixiyo, iyo inuu diinta wax ka baro uu ku cibaadaysto. Hooyaday ka bilaabataa marka xulistooda iyo aabaha. Aabaha u maleyn hooyo kaliya in la xulo. Aabaha nin akhlaaq leh, diin leh, maaragtay waa in loo xulaa. Marka barbaarinta ubadka fikraddu waxay ka timid mar haddii raaxadii guurka laga soo sheekeeyay, bal in la daba dhigo marxaladii labaad. Wixii meeshaas ka dhasha. Wixii meeshaas ka dhasha. Sidii loo barbaar lahaa. Ku soco. Marka buug waa buug aad uga ballaaran kii hore. Qodobo kala duwan baa halkan ku qorto barbaarinta diinta iyo akhlaaqda. Barbaarinta diinta rasuulada koobi baa haystaa malayna wala soo bixi kartaa. Ka waran marka barbaarinta halkan ka bilaabataa. Barbaarintu sidaan sheegay baa hooyadii iyo aabihii xulkoodii ka bilaabataa. Waxa kuugu xiga ilmihii caloosha ay galeen. Waa la isguursaday, caloosha ay galeen. Caloosha markay galaan hooyadii iyo dhallaanka in la nafaqeeyo. Caafimaadkooda la ilaaliyo intuu caloosha ku jiro marxaladihii kala duwanaay uu maraayay ilaa uu ka dhasho. Markuu dhashay muxuu u baahan yahay marka barbaarintii muhiimka ahayd oo ilmaha halkaas ka bilaabataa? Runtii waa in ilmuhu markuu soo baxaba dhegta midiga looga adimo, dhegta bidixa looga aqimo, wax macaan inta loo calaaliyo afka loogu tiro, maxaa la yidhaahdaa intaas kadib. Horta adinka iyo aqanku Soomaalida badankoodu ma yaqaanaan, gaar ahaan horta miyiga maba laga yaqaanaba. Wiilka markuu dhasho ama gabadha ay dhalato miyiga xabadaha loo ridaa, waa loo alalaasaa, waa maasha allah hambalyaa dhacdaa marka. Laakiin shaydaana wuxuu sugaa 9 bilood cunugan intuu caloosha ku jiray, wuxuu islaa markuu dabada usoo baxaba kala gaaray waxaagii ku akhri. Marka la aqimo oo la adimo waa ka cararaa meeshaas. Marka dhagihiisu inay maqlaan shahaadada wixii ugu horreeyay maqlaan, afka loogu tiro wax macaan si gowsihiisu ay maaragtay daamankiisu u adkaadaan, wuxuu xaq u leeyahay in madaxa laga xiiro, in magac fiican loo bixiyo. Magacyo waxaa jira diintu ay sheegayso caruurta in loo bixiyo, in maxaa la yidhaahdaa loo wanqalo
وحيابها صدنا وصدنا تاس ولا صدنا وينت واي بربارنت وحكب اللواتا مركب عنق مركي جركي سي مهي سي عف لقى هذا اللي قضبا ماشان جري ما مركب بربارنت كو مركب وحكب اللابنا يسا عادي واسق الله بربارنا إن دين إيه أخلاق لغو بالبلا هرت لغو أف بلا أشهد دي واقع حلاش حرانتي لك لبرو صح عبادوين كي لبرو سيرة دي النبي لبرو صح الله كعبس لغو برباريو صح محل إلى لقى إلى عليه أخلاق حمية ياش وحيابه ليراد وأي كم تهاي بينتو توجن نمدو كم تهاي عايدو كم تهاي حنتو كم تهاي وحاسورن إن بربارين الدين تي أخلاق ذا ليراد كبعدي بربارين تجيرك يا عقلك جيركي سنفق في عن إلا جليو قابك وحيابه وقف عناه ولا سين لها راشين أهان إن سبورتس يو جيركي لوردس أو جيركي مارت ونقطة قف جيركي سفيو يهاي عقل جيسة إن مارت لا بربارية أو لكبعيو وحكم إذا بربارين تي أيضا بلشدة تي قلب حتى جيرك منك مارك جيرك سبورتس سبورتس كعيا سبورتس كي كل بربارين تي جيرك ولون هاي تسمى رقيص وكل اسمه بلشدة أسيقنا؟ بابك أقدر وبابك بربارنت بلشدة وات بابك أسوح أكل بحا دور قيبوت وات قيبتك هو هاد إلا بروح يابو مهيمة ويكمتها إنو دور صنادو وكذا ولالتنمدي فريستي نحاريستي ديرنانتي قفكي كحد قد بسيدو كعفل لها وحاصرن إلا برو جيسي نمدي أقوين أدونك واتن أه قفكي كحماية إنا إسك عفسو أدوك أرقو سنكرا إن بنتي لقى إلاليو نحرست إلا برو هرستي نفتي سأنو وهر كرو وصدهن it is me سيدا ما له رجال بيت كجرتة ورولالك كاير سي this is mine مركا إلا برو وح وليها وجعلها إنه ضدك كلا ولا وذاقي كرو ولا وذاقي كرو وهر كرو ولالتني ماذا إنه حق دوره إنه قف دورسني هاي قيب كلو وح جرت حقوق ضدك كلا إنه حق دوره إلا برو وحكب الله بتاع والدك أسيا حقوق دي سوى لقيم والدك احترام كيس إلا برو بحر آيادو إي أحاديث إيو وحب والبقوكو سابسان وكو وذا قرينيهين ووالا وذا حسي والدكي درسكي محالي رادا دادكي كاوويناي معلنكي إن لبرو إنو حق دورو محالي رادا قرابدي كل سيدو كحريرين لها قفك وين وحاسورن بوغو وكو حسيين قيبت أقودن بيسا أو بربارين تاو حواي أنشيحي قود إبلشيدا تاساعد يهود وحدي جرين سيدان سوشيك نبا المسلمين توحد يجرون والنبي يونس صلى الله عليه وسلم حتى مسقش سيد الله قال وعد بره وحك استوى بره مد الإسلام كه إلا بره هرت سيد وحلو عون له لعب له وويل كي النبي صلى الله عليه وسلم وحلو عونه وقعنتي سهاد من ملك وعير ويل يهم بس إنك كوب الله محل هذا ملك تاعه كون لنا كسوح جانا وحك عون سيد وحلو عبستي يعنستي لبره إلا برو سلامتا دتك سيدي لو سلامي لها إلا برو إذن قادشة مركي لو فريساناي مركي لو بحاي مركي لو سوقلاي إلا برو فردقي دد ميل فردقي مركو إيمادو إلا برو سيدو أهدلي لها سيدو كوبلابي لها سيدو دتك كلاو احترامي لها مركي هذا السعودو قفكو وين مركو هادلاي والد كيسي دد مركي هادلاي كل إلا برو كفتنك نبقوا كفتمي جري الله لكن ولي قيسن بين مشيين قف لو حد ود باين كما كفتمي إلا برو في ريسكا dadka awroodooda iyo waxa loo baahneen iyo meel loo baahneen uu san fiirin in la baro hanbaliyeynta in la baro wadamada reer galbeedka waxyaabo waxa yaqaan saddex waxyaabood oo mucjisooyin ah oo qofku ma aragta haduu barto ad muhiim ah waxa kamida raali ahow waxa sorry waxa kamida please wasoodaha ha kuma jeedin و excuse me صدق هذا حيابضه لا يابا أنايا و excuse me يو please يو sorry قفك وحي قلنا يسأنا حريص مركا كتير هذا سو مالذي والدك حتى مركو إلماع أنا أنتو أوجادو عنو إني سن قدر نين حتى sorry مديك الرال هوا كوه خلده من الرال هوا وسلوية إنه عنو جيس الرال هوا غيره سجل الله مصاب برين أسجل وحمد برين يعني برني وهذاك سوى مركا وحلو بهاي إلا برب وكان بوقا شدي قفك حنوسن درسك بوغشدو آدي وانفع عيسى إلا برو محالي رتعسيينتي إلا برا حتى مركو هندسو أما هلا قوضو وحو ليه لها يسيدو وحيورنا إلا برو درس ودادر لقى حيالك ورني قشنك وحياله لقى قاضي أنا أقول وحز وانا البرجي بس قولك وحزو طاح ها لقى حمرك أرتك الليحي إسلام وإيه لمركا دارت يعني أنت إذا قبو جيتك قويسي هرت سوماليدو وضد فترة هان ضد في عنوى لكن وحاوة كمقمقان
هذا بادية وكلا دتكو حجعله نكو حجعله ويلكيس إنه جيسيه إنه ديقسيه إنه أفتهيه صدق هذا صدق ريني صدق استأسف أقوم يا الجير واحد كلا مرة بعزيك أنت صرمة صدق هذا سأقوم مهم مجال دي وحي ربان عنو جينو دوكسين هذا سكولنا هذا جمعة أنا أوف صحن إنه بنون سو عيار أنت سو كلي بربارين كلام ماله بربارين تان أنك هلا يناه بربارين أي واجب كتها قويسك سوماليا الماء وضد بربارسة هو يدو راشين يسيسا أبوهنا مشارو كينا وح كلو شق كلهين ماله وضد أيها بربارسة سوماليا مركا سكول كان سكول كي وحنا كذا وضدي سكول كي يدكسي القرآن كمعلم وزارد وحبرشدي بربارنت نعم وات لكن وحال ربا قويسكي إنه قيبتي سكقات وحنا رنوم كهلينا واتي قويسك أبها إيهوي لكن أبها إيهوي ده ده قوان إنك ورقة ده بدل ما شاء هذا و خبيك عرب عربتو حيت رفاقد وشيء لا يعطي قفا أسوي وحي بهيسن هذا ما سينكره كل جان ساسة هتوك صوت بربارنات شيء جديد. لكن قلبا بدنا نجا ما قنو. والله بعيا بوجان مركي هاد يعني ترجمة دنا تسمى يسول قرو. يعني وحيال بدنا وحاجات كيسن كور قبلنا كاستعمالنا وما له وجره. هاد عذر داركو كله. نعم. بليس إيه سوري إيه ثانكي والسومالي نقول كاسكوي. قفنا كم يستأنس قفنا كل واسك صوتها. واتهي وحيال بدنا هري كور مركي جود هاد مركي بربارنيك سميسو. حق بربارنت يعني سوماليا يو قربها هرتا أنا جو حوج مسار إن ده قربها كنول وحنقول تلاقى لبوجان ودا النبات قبة ونول يومد دجن وسكول كي يدوكسي قران كي يجوري يبلشدي يليردي أيام قو تلاقى له أوكي داس وفي ومد سواق أحدى بروفيسور واسوقي أديك أبو ماشى المكوب بربارية أو بوقت هذا يصير دي هذا سيدا مارتي أديك أبو هاي أبو حدا أو رنتاس أديك أقول دين دوا كاي يعني كور مرك ما قبت مرك هدو حانو كلام من وحال اللي يجري من هاد كوا حكوا جري جري واجي أنا قاعد إنه يجري نسقولات كوا حسنا وحال اللي يجري الدكتورين تشيبك أفتلياني وسيبك وحوا سيبك إدوكيشن سيبك أوكي وواني يعني وأم بربارن وكليهيت والسبرجري او يعني ناقشين كودو كقاد بربارت بولشادو بربارت بولشادو اساس قلا بربارت بولشادو مركب محاد كو كولت لهيت اخر الكريمه وقتي وانا قد ماضي وسارد وحبرسي بربارت محاد كولت له ادغو تخغلني بو كان بربارت اوتكا اما اسال مسوجد لهيت ان يعني منهج كلو درو وح بو كان وكله وحيابها كو قرنو كله سي يعني بربارت اوتكا سوماليا وج اسبويه شقاب كوستو ودويني حتى سلوف دين كره هرتا انت انا تاس وقولي وحير انا هذا بربارنتي ان كسو هادلني قابكي لو غارسين لها ايا هرتا لو باهي تبعها بربارنت وبابك او دنبه وات ان المها قار وحا لو برباريا كودايشو ادا افلاي وخي ادا اسمينا ايغان وكو داينا تبته ليسو برباري لفتيد بربارن او وحا جرت باريس وحا اناد برتو مرنا انو كوغو دايدو مرنا انا ادوغو برتو مر إناد محل إذا أت كرميرتو أت كورقبتو أت لصعتو مر إناد وانسو مر إناد أدكتو وحنا داسة ميسو وحساكو قدعا مر إناد وانسو قابب كلا دوانا جير أو ليسو برباري معلومات كان قابب كي لو قارسين لها أيا لو باهيا عقابها وكو قريهم بوغا عقابكو بربارين قيبها أقدم بيسا وانا دي باريستي دقنينتي عقابك برباريس وإن هاد أشيكتا دين تهدي لغا بحو نفت هدي لغو توغن نمدي قدفكي زندي دولفسا هدينتي خمر عبستي دروغة دي وحي وحاسو لن إعقابها كتلان كارو إلهي وطلقالي مركا أصول لابتو لنعا وزارة دا وحبرشادي بربارنت وحنو ملاينا بوغا هورتا وحو أنفع والدك أد يأد وأنفع مركا سيدي لغو قارسين لها ومدى وحا كقرنو لنينا ووح صحيح وراترع له تففتر فاتراع حديث مركا سوقاتو سقاش سقال وصحيح مركا إن لببلش كرايو أو لكرديو أو لبديو أو أمد الصوماليد لو ذكرسي أو خرس للجليو هذه هذا لوجو بعيا هذا جزاك الله خيرا ما أنت برنامج كوايرجو حمرتين وجوها قويان سبريه معلن موسى أمريكا يو إس إن ويمت
يعني كما أنت كذا فادي سنة هل كان لابد بوك وكسوب عندك يعني أنا رجعين إن إناد يعني بوك قدم بي ولا هذا لابد كان قدم بي والي وأساس كويين بربارين تي إن هرت يعني لفافيو لقرار لبدي يدين كانت كفادي ستان وبوك إيفستان دهشان جزاك الله خيرا لا يضط ما سنت هاي برنامج كله كوسو لوين دون هل كان كوسو نقطه ويا رجل طبعا كوسو أفتريا وحن رجعين فرصة بدو عسكري سكر بي تاني أنت كل مدون برنامج كله كم برنامج كانوا كلام كبرنا أكثر ما حد الناس ده نبض قليل أنا أرد بدو ما سنت الطور. السلام عليكم.